نادي البنزرتي يا ابن باركي. كرة في وسط ميدان لعب مامادو تابو ترجع التالي كافي مولا لكن مقابلة واحدة في أساس قاعد يلعب كما يرسل مامادو تابو تمشي لواجد الجبالي قائدا للفريق لكن تقطع من زياد بوشتيبة حفر الدين الجزيري النادي الرياضي البنزرتي حاول بناء الهجمة نتاعو لكن السي اس اس مخالفة من نفذها لاعب مامادو تابو وسط مدينة الدفاع من تشكيلة السي بي. كرة ثابتة لصالح بناء المدرب ماهر الكنزاري تنفذ المخالفة الكرة في الحيم الثاني وفرصة على الهدف كبيرة فخر الدين الجزيري كرة مخدومة على مستوى القائم الثاني محمد السلامة يضرب الكرة بالراس تضرب عقب الصفة أو أربع دقائق بنيت في ملعب ميزا أمام مدينة خالية بطبيعة الحال فرصة أولى و سريع على الجهه دوندونغا خرج الكره ما زالت خطيره على دفاع اولمبي البيجي واحد قادر على تحقيق الاضافه بسرعه نتاعو ورجع لميدريا دوندونغا المل المعاكس تجاه مامادو دابو بن عمر قصر تبقى لدوندونغا مامادو دابو واحده باتجاه وجه جباري ترجع لمامادو دابو أضرار والهزمة العكسة للنادي البنزرتي سريعة من وجه الجبالي ترجع لواحدة اثنين ودون أخطاء دون خطأ بالأخير كانت حصل على ورقة حمراء في اللقاء الأخير ضد أمل حمام سوسة بالإضافة لغياب سيف الخزير كذلك بسبب الورقة الحمراء وعادل الشاذلي بسبب الإنذار الثالث النجم الرياضي يطيح للزياد يلزم يلقى حلول للمشاكل اللي الخلف يلعب مليح الدفاع وبطل الدفاع النجم الرياضي يطيح يلزم يعرف كيفاش ياخذ بزياده الامور والصح على غير المبتغى الوردي كذلك حسن حربيوي لتصويبه لكن بالكره لكن التغطيه من يوسف ايراتي مامادو تابو والبداية المقابلة شهودي على اليسار دو سانتوس وراء العكاشي بالضبط لكن في عملك كرة في وسط الميدان مامادو تابو على اليمين علي المشاني يلعب التماس بسرعة خلص بالدفاع وقلت انه سي ابي يقدر يسجل يا اما من الكرة ثابتة او من مرتدة النجم صاحب المرمى في جهة لسعد الجزيري لسعد الجزيري يحاول يراوغ لكن يستكشف مامادو تابو وسام الحاج مبروك محمد السلامة يحاول يلعب بسرعة نادي البنزرتي كرة اليمين في اتجاه منتقى الوردي التوزيع حسن حربي والرأسية لكن وسام الحاج مبروك دانييلو بيترولي مامادو تابو مامادو تابو هذه أجمل إشارة هجايم بالنسبة للانتصارات اللي حققها النادي البنزرتي خارج القواعد هذا الموسم كانت في الجولة الخامسة هذه كرة كثيرة تعب كرة في وسط مجال محمد السلامة مامادو تابو هذه أجمل إشارة النادي البنزرتي على اليسار حسام الحاج لكن صايعة ترجع من إياب إيراتي ومامادو تابو كرة من مات التسديد لكن ضعيفة مامادو تابو حام هيثم بن سالم وكذلك وجدي الشبيري من أبرز اللاعبين تشكيلة السي بي ثنائي الهجوم مامادو تابو مامادو تابو سيلفا دو سانتوس دفاعي ومنطقي كنزاري يلوج على تعديل النتيجة يدخل هيثم بن سالم من الهدافين بتاع الفريق كرة سهلة الحارسة من المسلوثي يلعب بسرعة دانييلو بيترولي يتكلوا من مامادو تابو حسن كرة يلعب بسرعة فاروق بالوسطى مامادو تابو لعب الغيني تابو يربح مخالفة عن نادي البنزرتي هذا الموسم في البطولة باللاعبين والتفاهم بين اللاعبين بتاعهم تذكروا انه في الموسم الفارت المباراة اتلعبت في سوسة انتهت بانتصار النجم يعني جوزونا يلعب دورين كلاعب يربط بين الدفاع والهجوم وكلاعب صنع لاعب وبالتالي اضافة كبيرة قدمها اللاعب هذا مع لكن فاروق بن وصفة قالوا لا وتصدى للكرة الأخيرة لليسار أنه سمير ربما لازم يبني قوة وسط الميدان هذاك علاش اللي مازال تشوف يلعب في الكرات الطويلة ولكن صعوبات في بناء الجماعات مامادو تابو يرجع التالي
مرة أخرى كرة في الجاي ثم التوزيع ترجع بالرأس بالدفاع اللي هجمة معاكسة للسيابي كرة طويلة في اتجاه هيث الهدف الثاني الأولاني بتاعه ورا إمكانية من نوع آخر الهدف هذا ورا إمكانية اللي هي خالصة ثنائية للاعب دانيلو بيترولي وعشر أهداف في رصيده لحضرين في البطولة هذا الموسم السياسي شوفنا المهارات اللاعب الشيخ لكن كان يمشي على اليسار ممكن يكون أخطر شوية تطلب المهارات في هذه المباراة كان هدانا المباراة دي فخر الدين الجزيري ثم واجدي الجباري إلى دابو والدة من الغيني دابو إلى حضر الآن تسعى مباريات دابو ثم واجدي الجباري الكرة مباشرة إلى وسط الميدان إيهاب الباركي توزيع من إيهاب الباركي البحث على دابو من جهة سامحة الجباري ورا الميدان وليد الهجري كرة إلى مجدي الدراوي محاولة في الترجيح قاتلة من دريس المحيرسي ثم تجاوز وسط الميدان من تصوب الخسالة الهجومية لهذا اللاعب الشاب 17 سنة فقط دابو ثم محمد الضحية خطيرة لصالح النادي الرياضي المنتخبي تبقى الكرة لمامادو دابو إلى وجه الجباري 81 درجة 22 لقب والفوز الإفريقية الممكنة مامادو دابو ثم وجه الجباري أخ الباركي ثم هسان البراسي إلى مامادو دابو محمد السلامة فخر الحارس وحارس كذلك الدولي في الوصفة الترجي الرياضي التونسي سجل 23 هدف إلى حد الآن وقبل 12 هدف وبنزرتي من ارتداء التسجيل صورة الهدف دابو يمرر في ظهر الدفاع جباري يوزع وبنسالم في الموعد لمغالطة العمود محمد السلامة يسدد بقوة كورته ورجعها لخفيفي ودابو في المتابعة يغالة العموري ويضعف النتيجة أفضل فرق نجم توبر في بنزرت مباراة انطلقت في دقيقتها الأولى والكرة حاليا بفائدة النادي الرياضي الدنكواي يحاول يوزع لكن تدخل من نحو الدفاع النادي البنزرت عبر الكرة مثلا نجم مخالفة في وسط الميدان طريق كوفي دانكو لكن تفكر فائدة النادي البنزرت في الرواق الأيمن محاول المرور يمر إيهاب المباركي على طول بالدفاع النادي البنزرت تمشي باتجاه لاعب تلف على الجهة اليمنى بسرعة اللي يلعبوها حاول المرور والمخالفة انتصار الدرجة الكيسي على الطرف اليمين بقصة هو إلى حد الآن أعرف لنا حاضر في كل هذه اللقطات ماما جودابو يرجع إلى ملعب قصة كبر من الخلف بعد اللي بنجوة روغة طيبة من الخصائر روغة أخرى لكن زيدة مرة هذه ماما جودابو هجمة سريعة لفائدة النادي البنزرتي مامادو دابو مامادو دابو هذا تريد تكون على الجهة الواضحة لفائدة الطرف الجسمي تركيب على العارضة بشكل بتاعو الهجوم لمسة أرضية في اتجاه مامادو دابو يرجع بالكرة ثم وجه الجباري ثم هيثم بن سالم يكون في الكرة يوصل الكرة هيثم بن سالم مامادو دابو خطيرة التصويب الآن تضرب في الوجه الأول انتهى مامادو دابو هذا البراتي الاستحلي والنادي الافريقي منذ يوم الجمعة والسبت بانتظار